وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الفقره الاولى من ملعب الاهلي النهارده قبل مباراه نادي الاهلي ونادي بيراميدز. مباراه طبعا مؤجله من الاسبوع ال25. دكتور احمد ثابت، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. مبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله للنادي الاهلي ان شاء الله. نعم، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، مواجهه لاتينيه ما بين الاوروجواياني مارتن لاسارتي والارجنتيني رامون دياز. ابرز ارقام لاسارتي ودياز قبل هذه المباراه. طبعا هي مباراه بالتاكيد مباراه صعبه ما بين اثنين مدربين كبار، سواء لاسارتي من اورجواي او رامون دياز من الارجنتين. رامون دياز عامل مع بيراميدز عامل طفره، عامل يعني بيقدم اداء كويس جدا، مدرب عنده شخصيه، مدرب بيسموه الداهيه التكتيكيه رامون دياز. يمكن ابرز الارقام بالنسبه للدوري لاسارتي ورامون دياز. لاسارتي لعب 13 مباراه مع النادي الاهلي، كسب 11، اتعادل 1، خسر 1. ده لاسارتي. ده لاسارتي. اه، المباراه اللي هيخسرها خسرها بيراميدز اللي هي كانت اول مباراه، بعد كده 12 مباراه متتاليه الحمد لله بلا هزيمه. نعم. رامون دياز 6 مباريات 5 فوز و1 هزيمه. ده بيبين ايه لرامون دياز؟ بيبين ان هو مدرب ريسكي برضه، ان هو يا يكسب يا يخسر، ما عندوش حته التعادل، مدرب عنده الجرأه. وبالمناسبه هو ما كانش موجود في المباراه الاولى ما بين النادي الاهلي كان كابتن حسام حسن. كان الكابتن. نعم. نسبه الفوز لاسارتي اعلى 84.6، نسبه الفوز لرامون دياز 83%. بالنسبه لاحراز الاهداف، النادي الاهلي جاب 24 هدف مع لاسارتي، النادي بيراميدز جاب 14 هدف. هنلاقي ان رامون دياز معدل احراز اهداف في كل 90 دقيقه 2.3، نسبه عاليه، وهم اقوى خط هجوم في الدوري مقارنه بالنادي الاهلي طبعا 1.8. نعم. طبعا عندهم خط هجوم قوي جدا مقارنه بقى بخط الدفاع. يعني ده زي ما قلنا هو مدرب ريسكي، بيهاجم دايما وفاتح خطوطه دايما، وبيلعب كوره تيكي تاك 4-1-4-1، وبيحاول ان هو تحرك بدون كوره، وبيفتح الملعب دايما، بتيجي دايما في الاغلب على حساب دفاعه. ان هو داخل شباكه 5 اهداف في 6 ماتشات، يعني تقريبا هدف في كل مباراه. خرج شباكه نظيفه، النادي الاهلي مع لاسارتي 7 مباريات من 13، هم خرجوا 3 من 6، يعني نص المباريات. هداف الفريق في وجود لاسارتي في الدوري جونيور اجاي جاب 4 اهداف، لكن مع رامون دياز في بيراميدز اريك تراوري جاب 5 اهداف. برضه يمكن هو بصمات رامون دياز واضحه جدا مع الفرقه، بدليل توقيت احراز اهداف بيراميدز مع رامون دياز. نعم. تحديدا هم جايبين كام جون؟ 14 هدف في 6 ماتشات. ال 14 هدف منهم 12. بس خلينا نقول برضه ان اريك تراوري في اخر في اخر مباراتين احرز 5 اهداف. 5 اهداف. يعني مش في طوال منذ تواجده في النادي بيراميدز، ولكن في اخر هو جايب 10 على في المدار الموسم. بالظبط. جايب 5 في الماتشين الاخر. تمام. البصمات رامون دياز واضحه جدا ان هو مدرب بيعرف يقرا الماتش، مدرب تكتيكي هايل جدا، ان هو جايب 12 هدف من ال 14 في الشوط الثاني. منهم 9 اهداف في اخر نص ساعه. يعني من ال 14 هدف اللي هم جايبينهم 9 في اخر ايه؟ نص ساعه. دي بتاكد ان الراجل ده الجانب البدني عند فرقته كويسه جدا. تاني حاجه ان هو بيعرف يقرا الماتش، زي ما شفنا ماتش الاتحاد كان 2-1 وكانوا خسرانين ومطرود منهم واحد، ونجح ان هو ينزل ناصر منسي ويغامر ورجع. فده مدرب عنده شخصيه، بيعرف يقرا المباراه بشكل كويس. لازم نعمل حسابه النهارده ان شاء الله. ده بالنسبه لرامون دياز. طبعا بالنسبه لطريقه لعبهم هم 4-1-4-1، يمكن هم قريبين من طريقه لعب مان سيتي 4-1-4-1 طبعا مع الفارق. يعني احمد الشناوي في حراسه المرمى، رجب بكار ناحيه اليمين، علي جبر واحمد ايمن منصور اثنين مساكين، باك شمال عمر جابر. والراجل ده عامل طفره في مستوى عمر جابر، يمكن انتقادات كبيره جدا لعمر جابر على مدار الموسم الا منذ قدوم رامون دياز. مظبوط. هو الاكثر اسيست. بالظبط. عامل 4 اسيستات في اخر 4 في اخر في, في اخر في فتره رامون دياز. فبياكد ان الباك الشمال لا، الراجل ده مطور بشكل كويس جدا عمر جابر. عندهم دونجا بيلعب هولدنج ميدفيلدر، قدامه بينافينتي وعبد الله السعيد. في كلام على بينافينتي ان هو مصاب، قد يبدا بقفشه مكانه. طبعا اريك تراوري اللي هو بيعيش طفره مع نادي بيراميدز جناح يمين، وكينو جناح شمال، وقدام جون سيفوينتي او ناصر منسي مكان عمر خريبين، واحد فيهم. فدي طريقته دايما، بيلعب بيرمي تمرير طولي على الاطراف في ظهر الباكات، وبيلعب على العرضيات والتحرك بدون كوره. دي طريقه لعبه. اهم مفاتيحه هو رجب بكار. رجب بكار وكينو. كينو طبعا وعبد الله السعيد. لكن انا بتكلم على في الاطراف. لا، انا وجهه نظري اكتر عمر جابر في الفتره الاخيره، واللي يعني هوريها لحضرتك، الاكتر والاخطر في الفتره الاخيره عمر جابر. لو شفنا ازاي هم سجلوا تحت قياده رامون دياز، يعني احنا مالناش دعوه بالموسم كله، احنا لينا دعوه بفتره رامون دياز. تواجد رامون دياز كمدير فنيا لفريق بيراميدز. هم جابوا كام جون؟ 14 جون في الفتره اللي كان في الفتره اللي موجود فيها رامون دياز. منهم 6 عرضيات من الجبهه اليسرى.
نعم. ست عرضيات بنسبة 42 و85%، عرضية من الجبهة الشمال. إذا جبهة أحمد فتحي النهاردة هيبقى فيها شغل كبير وفيها لعب كتير. نعم. إذا على أحمد فتحي بقى نمرة واحد، الأرقام بتقول لنا أن أحمد فتحي لازم ياخد باله جدا من ناحية الشمال. من ناحية الشمال، لأن هم بغض النظر عن الأسماء، ولكن سواء عمر جابر أو كينو. كينو أو أي حد في هذا بس الأكثر أسيست في الفترة دي عمر جابر 4 أسيست. يبقى نخلي بالنا برضو تحديدا من الجبهة اللي هي بيبقى فيها ممكن، ليه؟ لأن كينو دايما بيطلع للعمق فبيفضي مساحة دايما لعمر جابر، وعمر جابر على فكرة ما بيرفعش بشماله، ما بيعرفش يرفع بشماله. لا بيجي على يمينه، بيجيب دايما بيجيب الكرة على يمينه ويرفع. فدي حاجة مهمة جدا لأحمد فتحي طبعا بخبراته، إن أنت هتلاقي عمر جابر دايما عايز يقطع لجوه عشان يعمل العرضية. فدي 6 عرضيات من الجبهة الشمال، في بعد كده 4 تسديدات من داخل منطقة الجزاء اختراق من العمق. هم دايما عندهم بنافينتي لعيب تقيل قوي، عبد الله السعيد لعيب تقيل، عندهم اختراق من العمق بشكل كويس. 4 أهداف، 2 ضربات جزاء، 1 تسديدة من بره المنطقة، و1 عرضية من الجبهة اليمنى. إذا الملحوظة الأهم هي إن أغلب أهدافهم الجبهة الشمال، وتسديدات من داخل المنطقة الاختراقات اللي هو إيه؟ الأربعة اللي تحت الفيروت بيقطعوا، سواء عبد الله السعيد، سواء بينافينتي، سواء كينو، سواء إيريك تراوري، كلهم بيتحولوا كراس حربة تاني جنب المهاجم اللي بيبقى موجود، سواء ناصر منسي أو اللي كان بيلعب عمر خريبين. لو بصينا على الصور، هنبص لحضرتك هتلاقي الجبهة الشمال الصورة بتاعت عمر جابر. عمر جابر أهو، دي أول صورة معانا، هو جابها على يمينه ورفع. ده هدف في البيراميدز في المقاولين العرب، عرضية عمر خريبين راح مستلمها وراح لعبها وجابها جون. ده طريقة تسجيلهم للأهداف من خلال الجبهة دي. النهاردة أحمد فتحي واللي هيلعب قدامه جرالدو بقى أو أي حد لعب قدامه طبعا، التشكيل لما يوصل لنا هنقول لازم يخلي بالهم من الجبهة اليسرى زي ما احنا شايفين. الصورة اللي بعدها برضو هنلاقي هدف، ادي برضو يمكن ده أول عرضية ليه بالجبهة اليسرى. احنا قلنا لا، هو برضو عنده قدم اليسرى شغالة اهي، جابها رفعها قدام بتروجيت، رفعها لإيريك تراوري. فجابها اليسرى. الاتحاد برضو نفس الكلام، خدها وفضل في الاتحاد. الصورة اللي بعدها للإسماعيلي برضو رفعها وجابها جون. في الاتحاد الصورة اللي بعدها هنلاقي برضو اهي اللي حضرتك بتتكلم عنها، الاتحاد السكندري. اذا 4 أسيست لعمر جابر. لو بصينا على ارقامه وارقام علي معلول هنلاقي ان عمر جابر لعب 20 مشاركة، تمام، صانع منهم 4 أسيست في فترة رامون دياز بس. يعني دليل ان الراجل ده عامل طفرة مع عمر جابر. اذا نخلي بالنا برضو ان الراجل يعني في الفتره الاخيره بيقدم اداء متطور. عدد المباريات الدوليه اللي طبعا 23 لعمر جابر. الناحيه الثانيه طبعا فرق شاسع، علي معلول احسن باك شمال في الدوري، 17 مشاركه، جايب 4 أهداف وعامل 8 أسيست، ما شاء الله يعني، و54 مباراه دوليه مع منتخب تونس، تمام. بعد كده في مقارنه ما بين جيرالدو وإيريك تراوري، الجناح اليمين هنا والجناح اليمين هنا، تمام. جيرالدو عنده 22 سنه طبعا من بوركينا، لكن جيرالدو من انجولا عنده 27 سنه. إيريك تراوري 22 سنه، لعب 22 ماتش. إيريك تراوري جايب 10 أهداف وهو هداف بيراميدز في الدوري، نعم، جايب او عنده 4 أسيست. لكن جيرالدو طبعا لعب فتره اقل، لعب 10 ماتشات بس. بالنسبه للاسيست بتاع جيرالدو عالي، يعني عامل 4 أسيست مقارنه بإيريك اللي لعب اكتر منه ماتشات كتير جدا، 12 ماتش وجايب هدفين. دي يمكن مقارنه ما بين الجناح اليمين هنا والجناح اليمين هنا. وعلى فكره ده هيبقوا مفاتيح لعب مهمه جدا، إيريك تراوري في ظهر علي معلول، وجيرالدو في ظهر عمر جابر. مظبوط، زي ما قلنا عمر جابر متفوق هجوميا، ولكن هو من وجهه نظري ثغره في الجانب الدفاعي. النهارده جيرالدو ان شاء الله يقدر يستغلها باذن الله. خلاص خلينا نروح لايضا احد المفاتيح الهجوميه سواء في النادي الاهلي او لنادي بيراميدز. كينو واحد من اهم وافضل اللاعبين المحترفين اللي جم مصر خلال الفترات طبعًا الاخيره الحقيقه، وواحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في نادي بيراميدز، وبالتالي يكمل كلامك على ان الجبهه اليسرى لنادي بيراميدز واحد من افضل الجبهات في فتره تولي رامون دياز كمدير فني. عدى ال 140 مراوغه ناجحه كينو، اعلى لاعب في الدوري المصري حاليا. طبعا المنافسه ما بين معلول وما بين فرجاني ساسي اعتقد، وكينو المنافسه افضل لاعب في السنه دي يعني. نعم. كينو جايب 7 أهداف وعامل 11 اسيست في 26 مشاركه. عنده طبعا 29 سنه من البرازيل، راح على الجون 67 محاوله، رقم كبير جدا. نسبه دقته 39%، يعني تكاد تقترب من 40%، نسبه كويسه. نسبه كويسه جدا طبعا. اجايه طبعا لعب اقل، لعب 10 ماتشات بس، جايب 4 أهداف، عامل اسيست، راح على الجون 17 محاوله بنسبه دقه 47%. وجهه نظري طبعا كينو مهم قوي النهارده لمراقبته، واحمد فتحي ان شاء الله زي ما بخبراته قادر ان هو يوقف الجبهه ديت، وجيرالدو باذن الله لما يلعب قدامه يعني. تمام، خلينا برضو نروح لمقارنه اخرى ما بين الشناويين. احمد الشناوي ومحمد الشناوي. هنا النهارده في المباريات الكبيره مباراه صعبه، مباراه ممكن تحسم دوري زي مباراه النهارده.
الحارس الكبير اللي عنده ثقة أكتر هو اللي هيصنع الفرق لفرقته، اللي عنده ثبات انفعالي أكتر. لو بصينا على أرقام محمد الشناوي، محمد الشناوي أرقامه كويسة جدا السنة دي على فكرة. أيوه. لعب 15 مباراة. طبعا طوله أطول من الشناوي 191. إحنا بنتكلم على محمد حارس الأهلي، لكن نعم. أحمد حارس بيراميدز عشان ما يحصلش لخبطة. محمد الشناوي لعب 15 مشاركة 1350 دقيقة، استقبل كام هدف؟ سبعة بس. لكن أحمد الشناوي لعب 16 مشاركة استقبل 14 هدف. الكلين شيت عند محمد الشناوي أعلى، تاني أعلى حراس الدوري بعد أحمد عادل عبد المنعم 10. محمد الشناوي التاني والنهاردة إن شاء الله يوصل يتصدر القايمة، حافظ على نظافة شباكه 9 مرات مقابل 7 لأحمد الشناوي. طبعا المباريات الدولية لأحمد الشناوي أكتر لأنه كان بيلعب من الأول. مظبوط. طيب خلينا بقى نروح لمنطقة المناورات والمنطقة الأهم في طبعا. كرة القدم، ومنطقة وسط الملعب. منطقة وسط الملعب عند نادي بيراميدز عنده واحد ايضا من افضل اللاعبين اللي متواجدين في هذا المكان، هو محمد نبيل دونجا، محمد نبيل عماد يعني، اللي هو دونجا واحد من افضل اللاعبين وانضم مؤخرا للمنتخب المصري. وعلى الجانب الاخر خلينا ناخدها مثلا مع واحد زي حمدي فتحي. حمدي فتحي من افضل اللاعبين اللي جم النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره في هذا المكان، ولكن هو بس حظه ان هو كل مباراه ورغم كده ارقامه اعلى من نبيل دونجا. حمدي فتحي هنشوف دلوقتي. حمدي فتحي انا وجهه نظري النهارده ان شاء الله ممكن يكون مفتاح الفوز في الضربات الثابته. هم عندهم نقطه ضعف في التمركز في الضربات الثابته والعرضيات. حمدي فتحي اكتر لاعب في الفرقتين سجل بالراس، جايب 5 اهداف. لو قارنا ما بين حمدي فتحي ودونجا هنلاقي ان حمدي فتحي لعب 21 مشاركه مسجل 5 اهداف. 21 مشاركه مع الاهلي وانبي، مع الاهلي وانبي مسجل 5 اهداف وصانع هدفين. دونجا لعب 22 مسجل هدفين وما عندوش ولا اسيست. معدل استخلاص الكرات طبعا الاثنين ماكينه قطع كرات، ومن وجهه نظري الاثنين يستحقوا يروحوا منتخب مصر، سواء حمدي فتحي او دونجا مع طارق حامد، الثلاثه عاليين جدا وورك ريت رهيب. حمدي فتحي معدل استخلاص الكره ليه 16 مره في الماتش الواحد، رقم كبير جدا. دونجا 14 مره، طبعا الاثنين ماكينه قطع كرات في الملعب ما شاء الله يعني. حمدي فتحي اخذ 5 كروت صفراء، دونجا اخذ 4 كروت صفراء. معركه وسط الملعب النهارده هتفرق جدا، خاصه ان بيراميدز بيلعب 4-1-4-1، عندك عبد الله السعيد، عندك بنافنتي، عندك دونجا، مقابل ان شاء الله الناحيه الثانيه سواء بدا بحمدي فتحي والسوليه او عاشور والسوليه. معركه وسط الملعب هتفرق بشكل كبير جدا. كتير جدا جدا. طيب خلينا نروح بقى للمنطقه الهجوميه وناخد مثلا الاكوادوري سيفوينتي، واحد برده من المحترفين المتواجدين في نادي بيراميدز. وعلى الجانب الاخر ممكن ناخد مثلا مروان او وليد ازارو، اي واحد فيهم يعني. ايوه طبعا، يعني مروان ارقامه كويسه جدا رغم ان هو دايما بينزل بديل في الفتره الاخيره، حتى تحديدا جايب 5 اهداف في الدوري، هو هداف النادي الاهلي في الدوري مع حمدي فتحي، وصانع 3 اهداف في كام مشاركه؟ في 13 مشاركه. مقابل بقى المهاجم الاكوادوري لاعب سيفوينتي لاعب 11 مشاركه مسجل هدفين بس. فدي يعني طبعا مقارنه بالثمن وبالسعر اللي جاي بيه فمروان بيتفوق. انت ثمنه اقل، جايب لك 5 اهداف وثلاثه، ده مهاجم منتخب مصر وده طبعا لاعب دولي. انا اعتقد ان قوه بيراميدز الهجوميه من اللي هم القادمون من الخلف، وكان الكابتن حمد امام دايما يقولها لنا، القادمون من الخلف. القادمون من الخلف اللي هم كبير جدا، وجود عبد الله السعيد لازم يبقى حد. هنتكلم بقى في الناحيه ان شاء الله في الفقره الاخيره هنتكلم فنيا اكتر، كيف استقبلت شباك بيراميدز 5 نقطه ضعف بقى بيراميدز ايه اللي احنا نقدر نستغلها؟ هم دخل فيهم اهداف 40% من الاهداف اللي دخلت فيهم كرات عرضيه، عندهم مشكله في التمركز في الكرات العرضيه، سواء احمد ايمن منصور او علي جبر، الاثنين بيتمركزوا بشكل يعني، دخل فيهم هدفين من كرات عرضيه. أي. وحتى الهدف الضربه ثابته بكره عرضيه. يعني سواء التمركز في الكره العرضيه المتحركه او الثابته، 3 اهداف من 5. فده بياكد ان عندهم مشكله. برضو في حاجه تانية، التمرير الطولي خلف الباك الشمال خلف عمر جابر، والتمرير الطولي برضه تسبب في ضربه جزاء. اذا عندهم مشاكل واضحه جدا في التمركز في الكرات العرضيه وفي الضربات الثابته. لو بصينا على الصوره هتلاقي حضرتك اهو، دي هدف الاتحاد السكندري، هدف من ده الجونه، ده هدف الجونه، هدف من كره عرضيه اتصلحت لاسلام عبد النعيم، عندهم ومن ورا عمر جابر، هنلاقي ان عمر جابر بالعرض. اتلعبت بالعرض وجت جون اسلام عبد النعيم. تمام. الصوره اللي بعدها هيبص حضرتك دي الضربه الثابته، عشان كده بقول لحضرتك النهارده حمدي فتحي مهم جدا قوي لانه مميز بلعب ضربات الراس في الضربات الثابته. عندهم مشكله في التمركز في الضربات الثابته. ادي هدف الاتحاد السكندري فيهم، والهدف اللي بعده برده ده هدف الايه الاتحاد من كره عرضيه. اذا عندهم مشكله واضحه في التمركز في الكرات العرضيه، ان شاء الله النهارده نقدر نستغلها، سواء مروان بدا، سواء ازارو، سواء حمدي فتحي، الناس اللي هي مميزه في العاب الهواء. طيب اخر صوره معانا
اللي هي توقيت استقبال الاهداف لبيراميدز تحت قياده رامون دياز. طبعا هم استقبلوا، لو بصينا على توقيت الاستقبال هنلاقي ان هم استقبلوا هدفين في اخر ربع ساعه في الشوط الاول، وهدفين في اول ربع ساعه في الشوط الثاني. دي فترات اللي هي ايه بيستقبلوا فيها الاهداف اكتر، يا اما اخر ربع ساعه في الشوط الاول يا اما اول ربع ساعه في الشوط الثاني، لكن ما استقبلوش ولا هدف في اخر ربع ساعه، بالعكس هم بيسجلوا اكتر في اخر ايه نص ساعه. ده دليل ان الراجل رامون دياز مدرب بيعرف يرى المباراه بشكل كويس، ومدرب داهيه تكتيكيه يعني. تمام، اذا لازم ياخدوا بالهم، واحنا لازم ناخد بالنا او نركز على نقاط القوه اللي عندنا اللي هي الوقت الاخير او الدقائق الاخيره، وفي نفس الوقت بدايه الشوط الثاني، وهي نقاط الضعف عندهم. هم عندهم كمان نقاط قوه، يعني لازم ان انت زي ما قلنا الجبهه اليسرى تقفلها بشكل كويس، سواء عمر جابر او كينو لازم تخلي بالك منها، لازم تسيطر على وسط الملعب عبد الله السعيد وبنافينتي ودونجا، لازم تمسك منهم وسط الملعب، لازم تسيطر، لازم تعمل ضغط عالي، لازم يكون في قوه النهارده وشراسه وروح اكتر ان شاء الله، خاصه ان لعيبه بيراميدز بشوفهم ان هم في المباريات الكبيره بيظهروا عكس المباريات الصغيره، اللعيبه اللي هي بتلعب مش نادي جماهيري قوي طبعا زي النادي الاهلي، فبيظهروا بشكل اكبر في المباريات الكبيره. تمام. عكس المباريات الصغيره بيستهتروا بيها، لكن طبعا النادي الجماهيري اللي زي النادي الاهلي بيلعب كل المباريات واحد. كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في هذه المباراه. قلنا لحضراتكم نقاط القوه والضعف من خلال الارقام، الارقام بتقول ايه من خلال دكتور احمد ثابت. قلنا لحضراتكم ايه هي اهم نقاط القوه والضعف ما قبل مباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز. بعد المباراه ان شاء الله هيبقى معانا دكتور احمد ايضا في فقره هنتكلم فيها بقى عن مين افضل اللاعبين برضو من حيث الارقام والاحصاءات. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، وربنا يكرم باذن الله يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل او تقرير نشوف توقعات جمهور النادي الاهلي عن هذه المباراه. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن سمير عثمان، هنساله عن طاقم التحكيم، والكلام كتير جدا أثير عن طاقم التحكيم.